يمضي الشاب عبد الكريم محمد في العقد الثالث من عمره، وهو الأسير الذي عاد من سجون الميليشيات بعد عامين ونصف من التغييب والإخفاء القسري. تم عثره في أحد النقاط البحوثية، اختفى عن الوجود، أهله فقدوا الأمل بوجوده، اعتبروه ميت. حالته التي ترونها الآن والوضع الذي استلمناه تحكي تفاصيل العذاب الذي لاقاه في السجون. طبعا الآن الشباب يقولوا الآن أحسن بحكم أنه الآن تبدلت حالته. بصفقة تبادل مع الجيش الوطني نجا كريم بعد أن اختطفته الميليشيات الانقلابية على مداخل مدينة تعز أثناء بحثه عن عمل، وأخفته في سجونها دون علم أهله ليخرج جسدا لا يقوى على الحركة فاقدا القدرة على الكلام. يحكي رفاق عبد الكريم عن مئات المدنيين الذين كانوا معهم في تلك السجون لا يعلم أهاليهم عنهم شيئا، كما يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب كالصعق الكهربائي والسحل وإطلاق النار، بالإضافة إلى إجبارهم على كتابة اعترافات لتهم لا صلة لهم بها. كنت خارج من تعز وشي رحت لها من فردحي، وصلنا لآخر نقطة تقريبا أو ما قال لي هات تلفونك، هات كل حاجة، البطائق، التلفونات. قلت له التلفون وشي، قلت له أنا طالب، قلت له سنتين البطائق حقي الشخصية والجامعية. طلعنا بيت اللي هم جالسين بيه بي المنطقة نفسها، بين 10 من أصغر مني ومعظمهم طلاب. التعذيب تعذبنا بأسلاك من هذا، أنا معي لحد الآن قرام عاد الدم حقه ما رضيش يصبنه. شاهد قاله ما قلتوش أعلم حتى لعيالي قل لهم صاروا ذي العصابة كيف. بحسب الشهادات التي أدلى بها رفاقهم العائدون أن بعض زملائهم أصيبوا بحالات مرضية متعددة بعضها أشبه بشلل نصفي. تم اعتقالي وأنا لا لي لا ناقة ولا جمل، لا في المقاومة ولا في أي شيء، من منزلي عندما قمت بزيارة أقاربي في دمار، وأوضعوني في حمام لمدة شهر واحد سجن انفرادي، ومن ثم استدعوني حوالي الساعة 7 مساء واستجوبوني واتلو الي تهم. يستغرب الكثير من المراقبين الغياب التام لمنظمة حقوق الإنسان والصمت عن كل ما يحدث للمخفيين قسرا في سجون الميليشيات، بل وصاروا ضحايا مرتين. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.